صباح الخير عليكم. الفترة اللي جاية هنتكلم عن شوية معلومات وشوية أساليب في التدريب بالنسبة للناس اللي بيبقى عندها صعوبة في التمرين بعد الشغل أو بالليل. ممكن نستفاد من الوقت اللي بيبقى موجود قبل ما ننزل الشغل، نعمل شوية تمارين بسيطة بس نبقى هنختلف شوية عن أي أسلوب في التدريب، إنها نعرف بس نفهم إحنا بنتمرن إيه. فقبل ما نعمل التمرين بتاع النهارده هنتكلم عن يعني ايه لياقه بدنيه، او يعني ايه الفتنس ليفل بتاع شخص عالي وفتنس ليفل بتاع شخص تاني محتاج ان هو يزيد شويه. الفتنس ليفل دوت مين اللي احنا بنحسبه بالهارت ريت، يعني القلب بتاع الشخص ده بيبذل مجهود قد ايه علشان يعمل كميه مجهود معينه. لو خدنا مثال مثلا حد بيطلع السلم ثلاث ادوار مثلا، ثلاث ادوار دولت قلبه عشان يعمل المجهود ده بذل مجهود قد ايه. لو المجهود اللي بذل القلب قليل معناها ان الفتنس ليفل بتاعه عالي، لو المجهود بتاعه كبير معناها ان هو محتاج يشتغل اكتر على التدريبات اللي بتعمل له تحمل، زي ما الناس بيقولوا عليها اللي هو عايزين نزود النفس، عايزين انا بنهج بسرعه لما بعمل اي تمارين. ده قريب جدا ان انت محتاج تشتغل على التحمل. في عندنا شويه عناصر اللياقه البدنيه اساسيه هنحاول نشتغل عليها في الفترات اللي جايه ديت، وهتلاقوني في كل شويه يعني بشرح حاجه او معلومه معينه عن الفتنس وبديلكم تمرينه معينه، وانا بشرح التمرينه دي هتلاقيني بقول لكم برضو ايه الغلطات وايه الحاجات اللي محتاجين نركز عليها اللي اغلب الناس بيغلطوا فيها. لو اتكلمنا عن عناصر اللياقه البدنيه فاحنا هيبقى عندنا عناصر كتيره، منها السرعه، التوازن، التحمل، القوه، الرشاقه، التوافق العضلي العصبي، وده واحد من اهم العناصر اللي موجوده اللي ناس كتيره ما بتشتغلش عليها. النهارده هنتكلم من اللي على التحمل. التحمل ليه انواع كتيره جدا في التدريبات، وانواع كتيره جدا من اشكال التمارين اللي ممكن نزود بيها عنصر مهم زي ده. النهارده هنتكلم من اللي على السيركت تريننج او التدريب الدائري، واحد من ابسط وانجح الاساليب اللي بتوصل الشخص ان هو يستفاد من الفات لوس او ان هو ينزل سعرات حراريه، وفي نفس الوقت ينكريز الفتنس ليفل بتاعه ويزود اللياقه البدنيه بتاعته. النهارده هنتكلم عن التدريب الدائري، في الحلقات اللي جايه هنتكلم عن عناصر ثانيه واساليب ثانيه من التدريبات ومعلومات ثانيه. فهنبدا النهارده بالتدريب الدائري دوت. في عندي كذا كاتيجوري او كذا فئه مختلفه، سواء فئه عمريه او اختلاف اللياقه البدنيه، فهنتعامل النهارده مع البيجنرز او المبتدئين. فهنعمل شكل التدريب دوت، احنا بنعمل مجموعه من التمرينات ورا بعض من غير راحه على شكل دائري او على شكل متتالي، وبعدين بنبدا ناخد راحه بينيه قصيره شويه، وبعد كده نعيد نفس التمارين تاني. فبنهتم جدا ان احنا بنعمل تمارين بشده متوسطه، وفي نفس الوقت بتبقى سهله على الشخص ان هو يعملها الصبح، وفي نفس الوقت بنعرف تستفيد منها على قد ما نقدر عشان نزود كفاءه الاجهزه الحيويه بتاعتنا وتبقى سهل علينا الصبح. النهارده بقى هنبدا بالسيركت تريننج، هنحاول نعمله باربع تمارين. الاربع تمارين واحنا بنعمل السيركت تريننج بنحاول ان هم يكونوا شاملين الجسم كله. طبعا عندنا اشهر تمرين هنبدا بيه اللي هو السكوات اللي الناس كلها بتحبه، بيشتغل على عضلات الجزء السفلي. انا هعمل لكم شكل التمرين وبعدين اقول لكم الغلطات اللي الناس بتقع فيها. فهنحاول ان احنا نعمل من كل مجموعه 15 عده على كل تمرين، وبعد كده هنعيدها. اول مره هنشتغل هنا هنحاول ان احنا على طول بطننا مشدوده، ظهرنا مفرود وننزل. احاول ان انا ركبتي ما تعديش مشط رجلي، ظهري مفرود وبطلع، ممكن ايدي مفروده قدامي علشان اوازن بس جسمي، وبشتغل هنا. احاول اشتغل 15 عده، بطني مشدوده، صدري مفرود لفوق. التمرين دوت بيشغل الكوادريسبس او العضلات الاماميه، وبيشغل جلوتس ماسل مينلي، دي العضلات اللي انت بتشتغل عليها. تحاول تعملها 15 عده، وبعدها نعمل تمرين تاني اسمه الووك اوت او الووكينج بوش ابس اللي هو الضغط من الحركه، هنعمله بالشكل اللي انا هوريه لكم دلوقتي. هنزل وانا رجليا مفروده، واحد اثنين ثلاثه، وبعد كده هعمل عده ضغط واحد، بعد كده هرجع تاني واحد اثنين ثلاثه. دي اول عده، هنعمل عده كمان، واحد اثنين ثلاثه، واحد واحد اثنين ثلاثة. ده الشكل بتاع التمرين بتاع الووك اوت او الضغط من الحركة.
ده هيبقى تاني تمرين بالنسبة لنا. تالت تمرين بالنسبة لنا هيبقى البلانك، تمرين مهم جدا 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 للكور، هنتفرج عليه دلوقتي. هنبقى في الوضع ده، هنحاول على طول بطننا مشدودة، ظهرنا مفرود، هنحاول نشتغل 30 ثانية ومن غير ما نعمل أي نوع من أنواع الريست. احنا هنطلع هنا نقدر نعمل تمارين واحنا واقفين، حتى لو هنعمل هاي نيز وهنشتغل لمدة 30 ثانية وبعدين نريح 30 ثانية ونبدأ نعيد التمرين ده. ده شكل مبسط جدا للسيركت تريننج. بالنسبة للانترميديت بنزود عدد التمارين وبنقلل الراحة، ده اللي النهاردة هنشتغل عليه، هنحاول نعملها كل يوم الصبح وبعدين نتعلم حاجات جديدة نعرف نزودها. ده كان تمريننا النهاردة. الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن عنصر تاني وعن أسلوب تاني من أساليب التدريب. شكرا ليكم وصباحكم زي الفل.